بهذا الفيديو بدنا نحكي عن الفاسيلتيز، عن الخدمات يلي موجوده في اعمار سكوير. شيء حلو فعلا، شيء مميز لما انت عم تحكي على مجمع ضخم لشركه عريقه عم تحاول انه تعمل لها اسم في هيدي الدوله تركيا. فبكل تقريبا برج في خدمات خاصه فيه، فالموضوع حقيقه مثير للانتباه. ليش هيك عملوا؟ شو الاسباب؟ هذا الشيء رح نشوفه بهذا الفيديو. فنحن هون حاليا بالفاسيلتيز تبع البرج اللي اسمه هايتس، وكمان صورنا الفاسيلتيز تبع البرج اللي اسمه ريسيدنس. فنحن بدنا نعمل مقارنه بين الفاسيلتيز هون والفاسيلتيز هون. نحن ما عندنا شك انه الفاسيلتيز باثنيناتهم ممتازه، لكن مع هيك بدنا نشوف شو الفرق بين الفاسيلتيز تبع هون والفاسيلتيز تبع ريسيدنس. طبعا في فاسيلتيز كمان تبع البلوك يلي بيجي دي بلوك، هذيك ما حنصوره لانه كثير بيشبه الفاسيلتيز تبع الاي والبي والسي بلوك. لكن الهايتس هذا البرج اساسا، البرج بشكل عام طبيعته مختلفه، الشقق اللي جواته مختلفه، التشطيبات بشكل عام مختلفه، واضح معنا اساسا بالمدخل. وبنعمل مقارنه بين هون وبين البرج اللي هو ريسيدنس. فهون بتبلش معنا الفاسيلتيز. فعلا هون شيء حلو، الواحد يعني جوا البنايه بحس حاله انه ما بقى محتاج يعمل شيء. هون بهذا المكان في هون غرفه مثل الواحد اذا بده يجلس يتفرج على التلفزيون، يلعب بلاي ستيشن، شغلات هيك صغيره خفيفه ممكن يعملها هون. قليل جدا ما تلاقي هيدي الشغله هون، انه في حمامات للسيدات، حمامات للرجال، وفي هونيك التراس بعد شوي نحن رح نطلع عليه. بهذا المكان هون في مصعد بيطلعنا على الفاسيلتيز، هذا مصعد خاص بس بالفاسيلتيز. وهون في ماركت نجي بنشوفه للماركت، جنب الماركت هون في مسجد، وهون في ماركت. الماركت هذا مثل الماركت الموجود برا، ببيع كل شيء بنفس الاسعار الموجوده برا، يعني ما في فرق تقريبا ابدا. يعني بنشوف حتى موضوع مربى البندوره موجود، يعني فعلا الواحد بحس حاله انه مكتفي، يعني ليش يطلع برا المجمع؟ اساسا برا المجمع موجود كل شيء، لكن مع هيك الماركت هذا شيء مهم. مثل ما حكيت انه اسعاره هي نفس اسعار الامور الماركتات الموجوده برا بنفس الشكل، هو ميني ماركت بيلبي الاحتياجات بشكل دائم، يعني الاحتياجات اليوميه لاي شخص بده. فنحن عم نرجع بنلاحظ انه نحن ضمن نفس الكواليتي، ما تغير شيء، ما في شيء نقص، نفس الترتيب بنفس الشكل. الماركت مثل ما حكينا هو هون، وفي عندنا هون بنكمل كمان الفاسيلتيز الثانيه. وهون في شغله كثير حلوه، في بار وفي مطعم. المشكله احيانا بنلاقيها انه في بعض المحلات بيكون البار موجود والمطعم موجود، بيقولوا لك يا بورجيكوا يا على الماكت، لكن بتيجي على الحقيقه مو شغال، مو شغال، ما فيه حدا. لكن هون الموضوع مختلف، البار موجود، في واضح انه في عصير. البار ما في شرط يعني يكون كحوليات، وما في كحوليات هون، في عصير، في مياه، في كذا الامور هون. في طاولات الواحد بيحسن بيقعد بيطلب بياكل بيشرب وبيمشي، بيحسن بيتفرج كمان على التلفزيون. طلبنا منهم انه يطفوا. في طاوله بلاي ستيشن، في مكان شومونيه مشان الواحد اذا بده يجلس وشتى جنب الحطب او كذا. في كمان مكتبه لقدام فيها كمان تلفزيون تاني كبير، في ماكينة قهوة وماكينة شاي، يعني شيء حلو. بالنسبة للمكان والمطعم، شفتوا هناك كان في مطعم بالريسيدنس، نحن هون بالهايتس، فهون هايتس كمان في مطعم تاني تقريبا أكبر من هداك، الإضاءة فيه أجمل من هداك حقيقة، لأن هناك في كان حديقة، كان في جنبها في حديقة، والحديقة هي كمان لها حائط وفي شوية شجر، فهون الإضاءة واضح إنه أوضح، لأني عندي هون المكان تماما مفتوح، كمساحة كمان ممتازة، كمان فيها بلياردو وهالقصص هي، فيها كمان بار مشان الشاي والقهوة والعصير وهالشغلات هي، ممكن الواحد حتى يفطر في هذا المكان. Thank you.
هون مثل ما حكينا اول ما دخلنا، هذا المكان تبع بلاي ستيشن، تبع ناس بدها تجلس تتفرج على التلفزيون، حمامات مشان اذا اي حدا هون بده يدخل على الحمام ما في داعي يطلع على الشقه تبعه. بعدين نطلع هون على الحديقه، هاي الحديقه كثير حلوه. فهون الحديقه هاي الصغيره، يعني حتى شغلات الاولاد معمول فيها كواليتي حلو. بالعاده بيعملوا وقت بيعملوا زحلقه، بيعملوا هذا بلاستيك، هذا عاملينه معدن مشان يكون مستدام اكثر. فعلا حتى تصميم هاي الحديقه، الشكل المعمول فيه، الالوان المحطوطه بتخلي الواحد يشتهي يلعب فيها ويرجع صغير. شايفين فيها كثير شغلات حلوه. باين معنا هون الواجهه تبع البناء بشكل عام، واجهه حلوه تبع هيدا البنايه. ف يعني لحد الان احنا لسه ما خلصنا الفاسيليتيز تبع هذا المجمع، لكن لحد الان عم نشوفه فعلا شيء حلو، كواجهه خارجيه، كعزل، كاصوات، كطريقه الترتيب، حتى الكراسي المحطوطه، الطاوله، كل شيء بتحسه معمول بشكل انه مدروس. هيدا وين بدها تنحط؟ انا كنت متفاجئ بصراحه وقت كنا عم نحكي نحن على اعمار، كنت خايف من شغله انه هي الشركه عامله مشاريع كثيره في دول ثانيه طبعا، لكن اول مره بتعمل باسطنبول. جو اسطنبول جو مختلف، ما فينا مثلا نقول لما نحن بنعمل مشروع في المغرب او بنعمل مشروع في مثلا دبي او كذا شركه عالميه معروفه، لكن كنت خايف انه يكونوا ما راعوا امور الطقس الموجوده هون. لكن هذا الامر تماما، يعني حتى الواجهه اللي عاملينها واجهه الحجر مراعي ظروف الطقس، انه هذا الطقس هون ما بيتحمل مثلا يكون مبنى دائما زجاجي او الومنيوم او كذا، لازم يكون هون حجر. ف شيء حلو بصراحه. يعني خلونا نكمل نشوف المسبح. هون تعالوا شوفوا، هذا هون غرف الاجتماعات، الميتنج روم. نحن طبعا بالهايتس، يعني موجود في الريسيدنس موجود غرفة للفاميلي، ما موجود هذا الأمر الموجود هون. فهذا أمر بشكل عام يعني مزعج، كنت بتمنى يكون موجود نفس الأمر هونيك ونفس الأمر هون. بعتقد أنه فيهم يستخدموا هدول يعني يستخدموا نفس الشيء، لكن يعني لو كان هونيك موجود كمان ميتنج روم يمكن كان أفضل. هون في عنا ميتنج روم، هون في عنا ميتنج روم، هونيك في عنا ميتنج روم. هذا المكان هون إذا الواحد بده يحط عليه مثل البوفيه او يعمل شاي او يجيب بوفيه معين او كذا، ممكن يعمل هون اجتماعات، ممكن يحجزها من الاداره تبع المجمع برقم رمزي او برقم مجاني. هذا الامر بيعود حسب اداره المجمع شو عاتيه التسهيلات للناس اللي ساكنه في هذا المكان. فقبل ما نطلع على المسبح لفوق بدي ورجيكم غرفه كثير او مكان كثير حلو للاطفال والعائله. فهذا المكان هو هون، هو مثل هذا مثلا، هون هو فاميلي ارياز، هون في تواليت وهون في غرفه كيدز. فهيدي الفاميلي ارياز مثلا اذا حدا عنده اطفال، عنده حدا حابب انه يعمل له حفله عيد ميلاد يستخدم هذا المكان. تخيلوا هون شو في، هون في مطبخ، شايفين؟ صار في عندي مطبخ. حد ما يستعمل المطبخ ممكن يعمل هون، يجيب الاكل معه جاهز فبيسكر هذا المكان. هذا شيء حقيقة يعني شيء حلو، احتياجات الواحد ممكن يلاقيها موجودة هون ويرتبها بشكل يلي بده اياه، ومساحتها بشكل عام تعتبر فعلا لطيفة وجميلة. هون في الحمام، بفوت هون على الحمام، هذا الحمام للأطفال، هذا الحمام للأطفال يعني هون هاي المغسلة ما يلقنا، هاي المغسلة للأطفال، فلازم يكون طفل حتى يحسن يستخدمها، حتى التواليت الموجود جوا كمان كذلك الأمر للأطفال، والأطفال بيعرفوا يستخدموا هيك أمور. يعني تخيل ولد مثلا بدها تيجي أمه تساعده، أمه ما موجودة، أو مثلا ولد مثلا أمه تركته هون مشان تروح تشتري شيء من الماركت أو يلي هو، فبحسن يستخدم هذا المكان بكل رايحة، بحسن يوصل للمغسلة، بحسن يفوت على الحمام، بحسن بيعمل الشغلات يلي بده إياها، وبحسن بيجي بيلعب هون. هذا المكان هو محل للعب الاطفال، مثلا اذا حدا عنده مساعد مربيه او كذا او هيك ممكن يستفيد من هذا الموضوع. هون تجي بتلعبه، ممكن ينزل يلعب مع رفقاته، يلعب لحاله، المكان
واضح حتى مجهز بشكل انه يكون امن. يعني هاي الارضيه هي ماي ارضيه صلبه، اذا وقع عليها ولد او كذا ممكن ما ينخدش. هذه كمان امور كذلك الامر موجوده. بالنسبه للكيدز اريا نحن هون حاليا بالهايتس، شفتوا معي الريسيدنس. الفرق بين هون وهنيك انه هون المساحه شوي بتحسها اكبر اوسع، يعني هذا الشيء واضح. السقف تقريبا نفس، المواد مستخدمينها نفسها، حتى هذيك المنطقه هنيك تبع في هي اسفنج ومرتب هذا الشكل نفس الشيء تقريبا، لكن بيكون عندنا في فرق ان هون في مثلا تواليت للكبار يعني، وفي تواليت للصغار. هنيك في فقط تواليت او حمام ومغسله للصغار، فاذا كان في معه مثلا مساعده او حدا بدها تتعذب كثير وهي عم تغسل، هذا الموضوع هون راعوه. اضافه انه هنيك في فاميلي فاميلي روم، مشان مثلا بده يعملوا عيد ميلاد، بدهم يعملوا حفله، بده يعملوا طبخ، بده يعملوا الشيء للاطفال، بده يخلوا يطبخوا مع الاطفال وما يوسخوا مطبخ البيت، يوسخوا المطبخ تبعهم، هدول ممكن يستعملوه، لكن مع الاسف هذا هون ما موجود. لكن مع هيك بالهايتس في ميزات ثانيه. كل حال بنرجع حاليا للريسيدنس بنشوف شو في كمان. فهذا هون المسبح المغلق، هذا هون المسبح المغلق. فالمسبح المغلق هو يعني ميته سخنة، وفي فوقه هون سقف زجاجي، فهون بتحس حالك انت في الشتاء عم تسبح وبمي سخنة، وبنفس الوقت انت تقريبا في الهواء الطلق، يعني في فوقك سقف زجاجي وكل شيء محيط هون بهذا المكان هو زجاج. حمامات موجودة هون، وهون في مثل شغلة للمعدات، الواحد ما بيعرف يسبح بيستخدم هدول الدواليب وهالقصص هي. هون اماكن للجلوس، هون في عنا اطلاله كثير حلوه على المول تبع اعمار سكوير والابراج الثانيه تبع اعمار سكوير. هذا بالنسبه لهذا المسبح. بنطلع بنشوف في مسبح فوق حاليا مغلق، لكن اعطونا اذن نفوت عليه. هو المسبح المفتوح اطلالته كثير حلوه، تعالوا معي. هذا هون اجمل مسبح موجود في المجمع. فالمجمع هذا فيه مسبحين مثل ما حكينا، بالنسبة للآ والبي والسي بلوك. فهذا المسبح هو المسبح المفتوح، هذا طبعا يستخدم فقط في الصيف، هلا حاليا مغلق لكن سمحوا لنا انه نصوره. فهيك المسبح اذا انت هون بارك عم تشوف، في عندك اطلالة يعني ساحرة على المدينة، بنفس الوقت يعني محاط بزجاج، فبيخليك تتمتع بالسباحة هون، رغم انه ممكن يكون في بعض الاحيان هواء، فهذا الامر جيد. نحن شفنا بعض هيك التجارب، لكن عم بحطوا الزجاج ضعيف، احيانا بيحطوه قصير، احيانا ما ادري شلون بيحطوه المسبح بمكان مليان هواء. فلازم الواحد اذا بيحط مسبح على الروف يكون مدروس تماما وين بده يكون هذا مكانه. الاطلاله هون ساحره جدا جدا جدا، فعلا شيء مرتب، وسباحه هون بتخليك فعلا تحس حالك انك عم تسبح بالسماء، هيدي شغله حلوه. فهذا المسبح جميل، مساحته كمان حلوه. وبنروح بنشوف النادي الرياضي يلي هو اخر شغله من الفاسيلتيز تبع اعمار سكوير يلي بدنا نورجيكم اياها بهذا الفيديو. نحن هون بالمسبح تبع الهايتس، نحن تخيلوا انه موجودين بالطابق ال 35. 35 عندك اطلاله هون بانوراميه الساحره. اذا بنقارن هذا المسبح بالمسبح تبع الطابق الخامس يعني موجود بالريسيدنس، الفرق شاسع. شوفوا المساحه هون اصغر كمسبح، يعني كحوض سباحه مساحه اصغر، هناك مساحة أكبر، هذا شيء بيميز هذاك المسبح. لكن إذا بدنا نحكي على الإطلالة، هون الإطلالة لا يعلى عليها أبدا. هناك ما كان في بار أو محل القهوة والشاي، أما هون في. ليش هون في؟ لأنه هذا مو مجرد مسبح، هذا عبارة عن مكان للجلوس والاستجمام والسباحة بنفس الوقت. فيه مسبح للصغار ومسبح للكبار، وفيه إطلالة هون بانورامية بتجنن، كتير حلوة. تقريبا هون تحسب تشوف كل شيء كل شيء كل شيء باسطنبول. يعني شايف هون جزر الاميرات، عندي هون ما بعرف اذا كان في اعلى من هذا المبنى هون بالمنطقه، مو مبين عندي ابدا. فعلا هذا مكان الواحد بس يبرك يفكر فيه ويصفن، كل شيء هون صغير. انت فوق طابق 35 والمنطقه اساسا مرتفعه. لا اذا بنقارن المسبحين هذا المسبح افضل بكثير. المسبح المفتوح هون موجود بالطابق الثاني، اما بالنسبه للريسيدنس موجود هناك بالطابق ال15. اساسا هاي الريسيدنس موجود هون، من شوي كنا هنيك بهداك
المسبح. في هدول الجلسات، هدول الجلسات حلوين كتير، موجودين هون بالطابق الثاني، لكن هناك موجودين مع الحديقة تبع الأطفال، وهذا أمر بشكل عام يعني جيد. المسبح جميل يعني، هلا لأني هذا كتير كتير عالي، كتير عالي، فبيكون عندي أنا المسبح المغلق موجود فوق، لأني هون لو كان المسبح المغلق فوق الله يعلم شو كان صار، يعني كتير عالي 35 طابق، فهذا أمر بشكل عام جيد. هناك المسبح المغلق موجود بالطابق الخامس. فهون بالبداية في ساونا للسيدات وشو اسمه غرفة بخار، وكمان مثله هون للسيدات ومثله هون للرجال، وفي كمان غرفة تبديل ملابس، وهذا هون النادي الرياضي. حقيقة الشغلة المميزة بهذا النادي الرياضي انه فيه مدرب موجود من الساعة 10 الصبح حتى الساعة 7 المساء. بعد الساعة 7 المساء طبعا بيتم هو مفتوح كمان للساعة 10 الصبح، فهيدا ميزة بتميز فيه هذا النادي الرياضي. فيه كمان دروس مثل فتنس وبلاتس وكيك بوكسينج وهالقصص هي. فبيعجبني الكواليتي لما بكون هيك. في احيانا مثل ما حكينا بعض المجمعات بتعمل نوادي رياضيه، لكن بتكون مجرد شيء مثل الضحك على اللحى، يعني كم جهاز على كم شغله محطوطين هيك جنب بعض، وبتركون لا موسيقى لا تدفئه ولا شيء، فقط انه موجود عند النادي الرياضي. لكن هون فعلا بتحس انه الحياة موجودة بهذا النادي، في ناس عم تتدرب، اخذنا اذنهم مشان نحسن نصور، في مدرس كمان اخذنا اذنه مشان نحسن نصور، لاني كان فعلا في ناس هون. فحلو الواحد يلعب رياضة. بتعرفوا احيانا الواحد بترك النادي الرياضي اللي هو موجود فيه بالمجمع اللي فيه لاني ما فيه حدا، بيروح على نادي رياضي ثاني لاني فيه كثير ناس مشان يمارس هاي الرياضة او هذا النشاط الاجتماعي اللي ممكن يكون في بعض الحالات. فهي الفاسيليتيز الأخيرة يلي نحن صورناها بهذا المجمع، إعمار سكوير بالنسبة للبلوكات A و B و C. فبالنسبة لهذا النادي الرياضي الخاص بالهايتس وضعه شوي مختلف، نشوف تصميمه، الأجهزة اللي فيه تقريبا نفسها، هي نفس الأجهزة الرياضية، لكن تصميمه وطريقته فيها شوي بتحسها يعني أنه مختلفة، يعني الديزاين مختلف، الديزاينر حتى يمكن يكون مختلف. فمنشوف يعني هون مساحات شوي أوسع، هذا الشيء واضح هون، مثل ما حكينا طريقة الديكور هون شوي مختلفة عن الموجودة هونيك. الأجهزة تقريبا نفسها، لكن في شوية بتحس إنه هون الأجهزة شوي فيها تكنولوجي أكثر من الأجهزة اللي موجودة كمان هونيك. طبعا كمان له شبابيك وله إطلالة، هذا الأمر يعني بيدخل ضوء من برا، هذا أمر جيد. في شغلة هون مميزة إنه في أجهزة موجودة هون، هي أجهزة الدراجة، فبظهر هون في جروبات بيعملوا دروس، وفي كمان جنبهم هناك كمان في أجهزة تانية أو غرفة تانية خاصة بالرياضة العلاقة في الأيروبيك. فهذا بالنسبة لهذا النادي الرياضي. الموضوع الساونا والحمام التركي ما في موجود هون، الساونا موجود غرفة البخار تقريبا مثل الموجودين كمان هناك، كمان مدخلهم من نفس المكان، لكن المسافة بينه وبين الباب تبع الجيم تجي شوي أطول. فبشكل عام نحن مثل ما حكينا دائما عم نحكي على كواليتي يعني مرتفع، ان كان بهاد ولا ان كان بالقسم تبع الريسيدانس. فبالنسبة للفاسيليتيز يعني اللي شفتوها حقيقة يعني شيء جميل جدا،
التفاصيل اللي اشتغلوا فيها، الامور الزياده اللي حطوها ممكن يكون حدا ما يستخدمها. يعني مثلا شفتوا رحنا على المسبح ما فيه حدا، البلكون ما فيه حدا، لكن ممكن شخص واحد من كل هدول الاشخاص حابب يسبح يلي ساكنين في هذا المجمع، او حابب مثلا انه يجلس في هاي الكافيه او كذا، فرح يلاقي شيء فاخر عم يستناه حسب الذوق تبعه. حقيقه يعني شيء حلو اللي شفناه. فاذا بدكم تعرفوا تفاصيل اكثر عن الاسعار تبع هذا المشروع ممكن تلاقوا رابط اسفل الفيديو فيه الاسعار تبع هذا المشروع ومشاريع ثانيه، بتلاقوا حتى التقييم تبع هذا المشروع ومشاريع ثانيه. اذا بدكم كمان تعرفوا تفاصيل اكثر ممكن تتواصلوا معنا، خدمه العملاء بيردوا عليكم بيعطوكم كل التفاصيل اللي بدكم اياها. مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات: اسم المشروع، فيديو عن المشروع، ولوكيشن المشروع. وانتبهوا كثير كثير من المقلدين. السلام عليكم ورحمه الله.